ماكو فايدة. ليش يا اخوي؟ اذا انت مواطن عراقي ماكو يا عراقي يا عراقي. هاي جنسية العراقي ايه؟ هاي جنسيته العراقي ايه؟ لا 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 هاي جنسية العراقي يا عراقي عمي. يا هني دافع علينا اذا الشرطة تخو بالعالم جينا جنسيتك ما اريده ما اريده جنسية العراقي صديق كذب يا جنسية عراقية بل وابتلي انا بالعراق هنا احنا الشهداء من عندنا وذول ساقطين يبوقون من على ابوهم لو حتى جنسيتهم. هاي جنسية العراق اسحقها بالنعال. يا هني اعطينا حقنا احنا. ليش محروق قلبك؟ ما اريده. ليش محروق قلبك؟ عوفة ليش محروق قلبك؟ ليش محروق قلبك؟ ماكو فايدة هسه هذا تصويره يكون من اللي يسمعك؟ عسى ولا عاد لازم يصير تغيير. ماكو لازم واحد يدافع بحقه. شنو التغيير؟ لازم الشعب يصير شعب وعاد شباب يكون صالح المطلق. تعال ننزل تعال جماعة موجودين ناس خايسة ما تصير شارة ما طول الأحزاب هاي الخايسة. ما تصير شارة إلا نخلص منهم. شي خلصنا منهم؟ شي خلصنا؟ تشلبوا بيها أحزابهم وميليشياتهم ما حد يقدر يحكي. ما أريد لا هذا العمر ولا هاي جنسية العراق. بس أنت هاي جنسيتك طلعها يعني المواطن العراقي شق جنسيته وشمرها؟ وصلت مرحلة المواطن العراقي شق الجنسية مالته؟ وصلت مرحلة يا ناس المواطن العراقي شق الجنسية مالته شمرها؟ وينها؟ وين الناس؟ وين جنسيته؟ شق الجنسية مالته العراقية؟ العالم ملت الله وكلكم محمد. نخلص من هذا العراق. عوفوا إلهم. وين تروح؟ أنت تروح وأني أروح والناس عوفوا عوائلهم قاعدة في الخارج. عوائلهم وبناتهم المحجبات هنا والبرة فري قاعدات برة بفلوس العراقيين. أفضلها من هاي الحالات. بلونة بلوة للعمايم. بلونة بلوة للعمايم. بلونة بلوة. محسوب شيعي. أنا الشيعي قاعد بالبيت ياخذ راتب. ناس قاعدين إيجار هاي. ناس كسبة هنا يحاربوهم. شباب أول ما شباب أهل العمايم. والشرطة والجيش. عم عوفونا فكونا. يا اللي دافع يا اللي عرفنا. ناس هي الله ملانا فيهم بلوه ما تصير النشاره ابد. اعطيني جنسيه حبيبي اعطيني. مشاهدينا الاحبه مشاهدي قناتنا بغداد الفضائيه وصلت مرحله المواطن العراقي شق جنسيته. وصلت مرحله المواطن العراقي شق جنسيته. هنا المواطن العراقي طلع الجنسيه من جيبه وشقها. هاي جنسيه المواطن العراقي شقها. هاي المرحله وصلت. تفضل يا ابو تفضل. اي حلم يصير الله وكيلك.